الدقيقة 11 من الشوط الثاني. هذه خطيرة، جول! برونو يضيف، برونو يضيف الثاني في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة تقريبا، بنفس الدقيقة إن كان هناك في الدقيقة 11 هنا في الدخول على الدقيقة 12 من المباراة، و 11 دقيقة الأولى يسجلون فيها كاظمة هدفين. شوف التمريرة، وقفوا على التسلل، مساعد طراد كان مغطي، وبرونو يسجل، برونو يسجل الثاني والأول للعراقي محمد الشوكان. الظاهر عطاهم دفعة معنوية كبيرة محمد الشوكان لما سجل.